مقسمة كالتالي: إسعاف وإجلاب 1785 تم تسجيل على إثرها 12 وفيات. حوادث المرور 316 حادث مرور تم تسجيل على إثره 7 وفيات رحمهم الله. أما الحرائق فتم تسجيل 244 حريق. الحمد لله. إنني أهنئكم اليوم، أنتم أعوان وإطارات الحماية المدنية لولاية قسنطينة بعيدكم العالمي. على الأقل حيث يكون ملمن بمفاهيم الإسعافات الأولية. وتحت شعار دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر، شهد هذا اليوم على مستوى المركز الثقافي ملك حداد أبواب مفتوحة، حيث تم من خلالها التعريف بمهام الحماية المدنية، عرض الحصيلة السنوية وحصيلة نشاطات الحماية المدنية، وكذا عتاد التدخل وفرق التدخل. وتخلل العملية مناورة افتراضية وتكريم متقاعدي الحماية المدنية وتقليد الرتب، بالإضافة إلى ذلك منح جوائز للأوائل في النشاطات الرياضية التي شهدتها الحماية المدنية، بكل من كرة القدم والكرة الحديدية ولعبة الشطرنج، وكذلك نصف ماراثون الذي تم يوم أمس. من خلال هذه الأبواب نهنئ الحماية المدنية وجميع أسلاك الحماية المدنية بعيدهم، بعيد الحماية المدنية. كل عام وأنتم بخير للحماية المدنية في الوطن الجزائري وفي العالم عامةً.